من اللازم أن نقوم به ما دمتم أنتم كصحافة تواكبون أطوار هذا الملف المعروض على القضاء منذ بدايته، وما دامت مهنة الصحافة هي يعني رصد الحقيقة ورصد المعطيات وتنوير الرأي العام بها، وما دام أيضا أن هذا الملف منذ تفجيره كانت يعني وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية كانت يتم اللجوء إليها من طرف جهة واحدة اللي هي الجهة المشتكية، التي استغلت ربما استنكاف أو عدم لجوئنا كدفاع المتهمين إلى المنابر الإعلامية لتقديم الرواية الحقيقية أو روايتنا في هذا الملف. قلت تم استغلال هذا الوضع وتم تمرير مجموعة من المغالطات، مجموعة من المعطيات والوقائع التي لا علاقة لها بالملف. بداية نؤكد على أن الملف الآن معروض على القضاء، معروض على هيئة الحكم بعد أن كان في مرحلة التحقيق. وقلتها وأؤكدها على أننا كدفاع المتهمين، ورغم ما كان موكلنا يعني يمسهم ويمس وضعهم وهم معتقلين بالسجون من نشر معطيات وأخبار زائفة من طرف بعض الأطراف، أيضا ما مسهم من تشهير، لأن الملف ربما تفجر وانتقل من طابعه العادي وقائعه القانونية إلى مرحلة، لأن عندي أنا موكل يتم التشهير بأبنائه، وتقدمنا بشكاية بزوجته بمسكانه، يتم تصويره بأموره الخاصة وخصوصيته، وحتى الأطفال الصغار لم يسلموا من هذا التشهير. نحن نقول ونؤكد على أننا أنا كدفاع وكحقوقي حريص كل الحرص على أن لا أمس بأي تصريح وضعية أو المركز الشخصي لأي طرف في أطراف الخصومة الجنائية، سواء كان مشتكيا أو متهم. طبعا المتهمين بخلاف الأطراف المشتكية القانون كيعطي واحد الحماية كبيرة، وهذه أكدت عليها، أقول لك في التصريح الإعلامي اللي أعطيته مباشرة بعد الخروج ديالي من الجلسة، أكدت على قرينة البراءة. وأود أن أستغل من براكم هذا وأستغل تواجدكم هذا لأرسل رسالة مهمة للصحافة ولكل الأشخاص الذين يتتبعون المحاكمات الجنائية والجنحية. هناك مبدأ قانوني وحقوقي ودستوري يتعين أن يتم الاحترام ديالو، هو قرينة البراءة. ماذا تعني قرينة البراءة التي كانت مضمنة ومكرسة بمقتضى قانون المسطرة الجنائية وجميع الأنظمة الجنائية في العالم كامل كتعتمد هذه القاعدة هذه وكتكرسها، بل أكثر من ذلك تجعلها في أعلى المراتب ديال القواعد الجنائية، خصوصا القواعد اللي كتحمي المصالح ديال المتهمين. قرينة البراءة اللي ولات بمقتضى الدستور الجديد أصبحت قاعدة دستورية وتم تضمينها في صلب الوثيقة الدستورية، لما لها من أهمية. أيضا جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تتحدث عن هذه القرينة وتسعى من خلال مضامن هذه المقتضيات إلى دفع الدول إلى الالتزام بها. قرينة البراءة تعني أن كل شخص متهم في قضية جنحية أو جنائية، كل شخص له خصومة مع القانون الجنائي يتعين أن ينظر إليه من طرف القضاء ومن طرف المتتبعي ديال المحاكمة دياله ومن طرف جميع الأطراف على أنه بريء. ومن هذا المفترض أو من هذا المنطلق يفترض فيه بريء، ولا يمكن أن تنسب له أو تشار له أصابع اتهام أو تنسب له وقائع معينة أو يتم الخوض في حياته الشخصية وفي وضعيته أو في يعني الأفعال المنسوبة إليه بمنهج التأكيد على أنه ارتكبها، إلا بعد صدور آخر مقرر قضاء نهائي بإدانته من هذه الأفعال. تم المساس بقرينة البراءة، لهذا خرجنا للإعلام لنؤكد على أن ما يتم الترويج له في وسائل مختلف وسائل الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي من تهويل ويعني محاولة يعني إعطاء وقائع وصبغة وقائع أخرى غير الوقائع المضمنة بالملف، قلت على أننا في مرحلة التحقيق
ونظرا لحساسية هذه المرحلة وما ألزمه المشرع بضرورة أن تكون كل المعطيات وكل وقائع التي تروج في هذه المرحلة يجب أن تكون مشمولة بالسرية. طبعا لذلك كنا نخرج من الجلسة كدفاع ونرى على أن يعني الأطراف الأخرى كتحدث في الوسائل الإعلام وكتعطي معطيات ونحن لم نتقدم بأي تصريح. لماذا؟ حفاظا على سرية التحقيق وضمانا لحسن سير العدالة في هذا الملف. الآن الملف كما تبعتم اليوم أدرج ربما في الجلسة الثانية وعرض على هيئة الحكم ونحن لنا كامل الثقة بغض النظر على ثقل المتابعات أو عدد المتابعات اللي مصطرة في حق موكلنا، فلنا الثقة الكاملة في القضاء وفي الهيئة التي تتولى البت في هذا الملف بأنها ستنصفنا، ستنصف جميع الأطراف، بل أنها سيكون حكمها عنوانا بارزا للحقيقة التي نبحث عنها جميعا. كاين مسألة ديال الوقائع، طبعا ما غاديش نتحدثوا عليها لأن الملف لم يناقش في الجلسة بعد، ونتمنى ونحن جاهزين عندما سيكون الملف يعني جاهزا للمناقشة والمرافعة في قادم الجلسات أننا سنعرض مختلف الجوانب سواء المرتبطة بوقائع الملف ونكشف عن الحقائق الفعلية، وأيضا سيكون لنا مرافعة قانونية في اتجاه يعني إثبات كون الأفعال المنسوبة لهؤلاء غير ثابتة. وأنا أعدكم على أنني بعدها سأعرض عليكم كل يعني الوقائع والمعطيات التي تم سنريدها في مرافعاتنا اليوم. هذه الجلسة هذه كانت بالنسبة لنا مرحلة مفصلية لإعداد دفاعنا، إعداد دفاعنا من خلال تقديم واحد الملتمس أساسي. ربما تبعتم في الجلسة كنا تقدمنا بواحد الملتمس يرمي إلى استدعاء بعض الأطراف، لأن الآن دابا حنا ولينا في موقع، لأن قرينة البراءة اللي هضرت عليها اش كتعني؟ أن المتهم بجريمة ما جنحة أو جناية يجب على جهة الاتهام اللي وجهت له التهمة أنها تكون هي اللي غتثبت الإدانة ديالو، هو ما يدير والو، هو غير ملزم بإثبات براءته، هو فقط الجهة التي الجهة ديال الادعاء هي اللي ملزمة قانونا بأن تكون أن تدلي بوسائل إثبات للتهمة الموجهة له. نحن الآن حنا كندافعوا على البراءة ديالنا في إطار الدفاع عن البراءة، درنا واحد الطلب واحد الملتمس والمحكمة لا زالت لم تبت فيه لأن رجعته إلى حين مناقشة الموضوع. واحد الملتمس يرمي إلى استدعاء ممثلي ديال هاد الشركات ديال القروض، لأن خلال تتبعنا للوقائع المعروضة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الأمر يتعلق بجرائم خطيرة، من كتسمعها وشي واحد ما مطلعش على حيثية هذا الملف راه يعتبر بأنه ما كاينش الأمان في البلاد، ما كاينش الأمان في البلاد. علاش؟ لأن كيتم ترويج وقائع مفادها على أن هناك عصابة عندها سيارات، عندها وسائل معينة أفرادها متعددين يقومون بالاستيلاء بالقوة، اللي كيتم النشر ديالو استيلاء بالقوة على سيارات المواطنين وسرقتها وبيعها. هذه هي الوقائع اللي كيتم النشر في الملف، راه ما كاينش هادشي في الملف، كاين حوايج اخرى. قلنا استدعاء، علاش استدعاء هاد الممثلي ديال الشركات ديال القروض؟ لأن السيارات في آخر المطاف راه كانت عندهم، لأن الأمر يتعلق بواحد جانب آخر ربما ما تمش الكشف عليه ولم يراد أن يتم الكشف عليه، الجانب ديال واحد الشخص. ولكن أستاذ علاش تم الاعتقال ديالو؟ هذا الاعتقال حنا بالنسبة لنا ما زلنا متمسكون ب وكنتقدموا ملتمسات الصلاح المؤقت. علاش؟ لأن كنعتبروا أعمال الاعتقال لا يمكن للاعتقال أن يشكل قرينة على ثبوت الأفعال، لأن كاين سلطات الملائمة ديال النيابة العامة عندها إما تعتقل ولا ما تعتقلش، تتبع في حالة صلاح ولا تتبع في حالة اعتقال، وحنا لازلنا نتقدم كل جلسة نتقدم بملتمس يرمي إلى الصلاح المؤقت إيمانا منا على أن هؤلاء الأطراف التي نؤازرها لا تستحق أن يتم متابعتها في حالة اعتقال، لأن المعايير ليقوموا بعملية رصد السيارات ولعملية تواصل مع يعني المستفيدين من القرض قصد الوصول لحل
اللي هو حل ودي يتمثل في إرجاع هذه السيارة بشكل ودي. وكاين حالات كثيرة ديال الناس اللي كيرجعوا السيارة بشكل ودي، تيتم التسليم ديالها وترجع، ولا كيمشي يتفاوض مع الشركة في إطار المساعدة في إعادة جدولة الدين وتمكينه من السيارة من جديد ومواصلة أداء هذه الواجبات. هذا هما العمل المدني، أقول المدني الذي يطبع طبيعة اشتغال هؤلاء. لأن هادو الأشخاص هادو كانوا مشاو كيبحثوا، ماشي مشاو يمشاو يحتفوا العمل الإجرامي، مشاو كيخدموا مع شركات لتحصيل الديون، لتحصيل الديون، وكيشتغلوا في هذا الإطار. هذا إذا بهم فوجئوا بأنهم يعني لقاو راسهم في واحد الملف اللي ربما تعطى عليه وتقال عليه الكثير. بالتالي أنا كلمة أخيرة، أنا أحترم حق الضحايا، أحترم كل متضرر من جريمة من حقه أن يسلك جميع المساطر للدفاع عن حقوقه. وأنا لازلت أقول وأؤكد على أن القضاء والفيصل وأن الحكم الذي سيصدر في هذا الملف هو الذي سينصف الجميع ويكون عنوانا للحقيقة. أنا ذاك إلا قلنا عصابة عندنا حكم، إلا قلنا أفراد يقومون بسرقة السيارة عندنا حكم قضائي، إلا قلنا يقومون بانتزاع السيارة من أصحابها عندنا حكم قضائي. ولكن إلا جاء هذا الحكم وقال بأن هاد الناس ما داروش، وهذيك الساعة راه ما يمكنش، هادو أصلا مفترض فيهم البراءة. لحد الآن كنقولوا على أن هؤلاء المتهمين تفترض فيهم البراءة. عندما أقول أنهم أبرياء، أنا كدفاع راه ماشي كنبالغ ولا في إطار الاندفاع المبالغ فيه للدفاع عن الموكل، أنا أقول أبرياء، وسندي في ذلك هي قرينة البراءة، سندي في ذلك الدستور، سندي في ذلك قانون الإصلاح الجنائي المواثق الدولي لحقوق الإنسان، بل أكثر من ذلك حتى الجهة القضائية تنظر للمتهم. الجهة القضائية اللي غتبت في الملف القانون كيجعلها أنها تنظر للمتهم على أنه بريء ما لم يصدر حكم في قضيته بالإدانة. وحتى الإعلام عندما يواكب القضايا الجنحية والجنائية، وعندما يواكب القضايا التي يكون فيها أفراد يعني في خصومة مع القانون الجنائي، يتعين على أن ينظر لهؤلاء المتهمين على أنهم أبرياء. أنا ماشي كنهضرش عليكم، وكيما اللي كنشوف عنوان بارز وحش كذا يحاكم في كذا، عرض المجرم القتال، هذا ما هادو مس بقرينة البراءة. ولو يكون دارها، لأن اللي غيعطينا بأنه دار ولا ما دارش هو القضاء. بالتالي يتعين احترام قرينة البراءة، وأن لكل لا يمكن أن يجرد أو ينزع الحق ديال لجوء القضاء من أي طرف، أي طرف تشوف أن مصالحه تضررت من حقه اللجوء للقضاء. ولكن ما نؤاخذه في هذا الملف أن يتم إخفاء بعض الوقائع الصحيحة. يخرج شي واحد يقول كودي أنا هاد السيارة كتسني فيها عامين ديال الكريدي ما خلصتهاش، وأنني هربتها ما بغيتهاش تبان أن الشركة كتقلب عليها، وما بغيتش نرجع للشركة. ما كنهضرش على الأطراف، ما كنهضرش على الملف، يعني هكا إنسان يعطيني، ماشي أنا عندي سيارة شريتها جا واحد سرقها ليا وداها ليا ومشى باعها، ما كاين حتى شي واحد، ما غاديش نكشفوا على معطيات الملف، لان كنتمنى انه تواكبوا المحاكمه ملي يكون الملف جاهز، وغادي تتضح لكم مجموعه من المعطيات الخفيه او تم اخفائها في هذا الملف. ونتمنى ونحن لنا الثقه الكامله في القضاء بانه سينصف الجميع. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.